مسلح سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخيري مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة. سطو مسلح أيضا بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. التلاتة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح، أنتوا عايزيني إيه؟ لو البرية إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي، إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن، يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني! عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد جوزك قبل ما يطلع عليه.
احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطه الفلوس عشان يستلم اقساط ثانيه. وفي اخر محاوله للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصوره تكون واضحه قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثه دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقه جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجاره العمله. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجه. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمه من العملات الاجنبيه من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوه حسنه وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرمايه واسمه حلف القبه. مش هقولها لك يا حلف. انتوا عزقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت مبرق ليه؟ ها؟ مبرق ليه؟ انا بترعب من اللي برق لي. أنا نفسي أفهم أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لقى حتة يتوه فيها الأيام دي؟ وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سرايه المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعه احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذه. 15 سنه ده غير السبع بتوع قضيه السرقه اللي رميتك علينا. ما انا كمان ما حدش يدوس لي على الطرف، انا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه. يجيلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي بالتقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت انقلاب ده حتى نقتلها في عيش غرور غرور من وشي غرور من وشي. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي. يعني انا اتضغطت عليكم قدامي. ده ايه ضاع؟ اربعه ماشي. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة. لا بقى دي 15. دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه رايك بقى دي 17؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العادة. انت تسكت خالص. كمل. 10 11 12 13 14. حس كده تشكل فورا فرقة بحث وتتعمل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وهيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها. Thank you.
وصلوك. انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا، انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني. هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طلع افراد بعد 22 سنة. عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام. مش كده ولا ايه؟ دي تلاقيح جيتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي تلفزيونيه كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدها. طلباتك. خيري ورشادي وبدوي. العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا. ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره. وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا اسعدت الباشا يا باشا اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام. الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا ابا. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم. ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه. يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي. وده اللي خلاني اجي اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم. دي عيال فاقدة زي دود الأرض. لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب إنك تعرف هما بيفكروا إزاي. لو ساعدتني هوصل لهم. أساعدك؟ أساعدك إزاي وأنا محبوس في أوضة قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا؟ على إيه؟ هخرجك من السجن لحد ما أقبض عليهم. مش فاهم. أنا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ماشي. ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربية زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصلها ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيدس. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان؟ اركب. انا اصلا مش كاتب. اركب.
هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أجدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قولي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي، اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. شش، ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه انت بتتمع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت، اربعه عشان خدت وجوزها جايين. سيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام، بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل فاضي. يلا يلا. ايوه كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجة تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. والطقم البيضة اللي جاي فز، قوم يلا. ماشي. متأكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا، الكذب خيب. انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمة انسانية مش هنسهلك العمر كله، هجيلك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخرة، ملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا جري قدامي. ربنا يكرمك. بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه؟ تقول ما هو ايه؟ ايه
ساعة زي هنا، هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اختاري طيب ولم الجسد بأي حاجة. قول مين اديك على وجهك؟ انت مش بتاعي انا. طب تعالي شوية بس يا كمان يا بوليس يا خلق اهو حرامي حرامي هنا كده عيب؟ ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقة. حريقة ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيد بتاعتك بتقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. عمتك برضه؟ هو ده وقت تحيه يا باشا. يلا فيها 50 جلده. مش في السجن ان شاء الله؟ يعني مفيش حريقه جوه بيتي ولا حاجه. ازاي؟ السجن كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ده نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي. هنا يا باشا. ايه؟ العربيه ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك الثانيه؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي سنجي بعدين نخلص المال. الحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال الهربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا با، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين ان هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نسايبه.